الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم راح تكون عن صباح الخير. الانتيروبكترياسي بالاسبوع الماضي والقبله اخذنا ايش كم نوع بيها، ايش كم سبيشيز، شريشيا كولاي، كليبسيلا، بروتياس، مورغانيلا، بروفيدينيسي. قسم من عندهم كانوا لاكتوز فيرمنتر جيد. اليوم بدنا ناخذ اثنين نان لاكتوز فيرمنتر، اثنيناتهم من لاكتوز فيرمنتر، وراح نشوف مجموعة من الأوجه الشبه بيناتهم ومجموعة من أوجه الاختلاف. نركز على اليمن. بالاختلاف مهمة، ليش؟ لأنه راح يجيب لنا إياها بالامتحان. يا بفرق ما بين السالمونيلا والشيغيلا، كل الأشياء اللي تعرف. مثلا أول شيء راح نباوع هنا نشوف أنه السالمونيلا عندها أصوات، أي فلاجيلا، بيريتريكاس فلاجيلا، موتايل، بينما الشيغيلا نان موتايل. هذه يعني فراح نجي على هذه الأشياء نشوف شنو الفروقات، شنو الاختلاف، شنو التشابه بيناتهم. ماكو مجموعة من الأطباق راح نشوف اثنيناتهم ينزرعون عليه، بس كل واحدة تطشك. يعني إذا تباعون هنا هذا طبق الأكس أل دي اثنيناتهم نامين عليه، واحدة ماخذة بس لون أحمر اللي هي الشيغيلا ما مغيرة بيش، بينما الطبق الثاني شنو المستعمرة، شنو رأسها، شلون صاير رأس المستعمرة، أسود إذا تشوفوه هنا. زين، هذا فرق مهم راح نتعرض عليه بعد شوية بينات. منين يجي السواد؟ مين؟ جيناها بالمحاضرة الفاتت الـ H2S يعطي السواد. زين، خلي نبدأ بالشيغيلا. الشيغيلا كجينس يقولون يعود إلى قبيلة الإشريشة، فكلش تشابه الإشريشة بهواية من الصفات، وخصوصا لما حللوها جينيا. بالتحليل الجيني شافوا انه كلش هم متقاربين، فلما يقول لك يا قبيله ترجع تريب هي الى الشريش. جينس هو الشيغيلا، جنس منفصل. اول واحد اكتشفها فد واحد اسمه كيوشي شيغا بالالف وثمانمائه وسبعه وتسعين ثمانيه وتسعين. زين، ومن عنده أخذت الاسم سموها شيغيلا. الشيغيلا حقيقة سبب ديزيز بس بالإنسان،
والمتقدمات البرايميت يسموها يعني القردة وجماعته، ما تصيب أي نوع آخر من الحيوانات، فهي human pathogen and primates only. زين اجوا صنفوها بالتصنيف، قالوا اكو اكثر من 40 سيروتايب، اعتمادا على شنو؟ صفتين، الاو بايوكيميكال والاو انتيجين بايوكيميكال. فهذه همينة تحفظها لما يجيني امسك شلون يجي باي طريقه، يسال على التصنيف يريد الرقم 40 سيروتايب اعتمادا على شنو؟ البايوكيميكال اند او انتيجين. بيها اربع سبيشيز مهمات، شي يقول دايزنتري، وشي يقول فلكسينيري، شي يقول بويدي، وشي يقول سونياي. وهذه راح نجي بعد شوية قسموها سيرو جروب. الشي يقول دايزنتري هي تمثل سيرو جروب اي، الفلكسينيري سيرو جروب بي، بويدي هي سيرو جروب سي، والاخيره سيرو جروب دي. راح نجي بعد شوي نشوف السيرو جروب نفس شنو الديزيز اللي يسووا، شو اسمه بالانجليزي، شو اسمه دايزنتر. الاسم ثاني اي شيجلوسيس، شيجلوسيس او باسيلاري دايزنتري، حتى نميز عن الاميبك دايزنتري اللي سبب الاميبا. اميبا شنو هي؟ شنو الأميبا؟ ها؟ طفيلية. ها؟ غدا تدرسون طفيليات، أميبا أوالي بروتوزوا سبب لنا دزنتري، بس لاقي شو سمي أميبك. هذا باسيلاري من اسم باسيلاي اللي هي شنو؟ عصوية عليكم. وش يقول له؟ عصوية، واحدة من الكيروبكترياسي العصويات، واضح؟ فدزنتري نخلي دائما قدامه باسيلاري دايزنتري حتى نحفظ، راح نجي عليه بعد شويه بنشوف. زين خلي نشوف اهم الصفات اللي كنا نقول عليها جنرال كاركترستكس، او قلنا اذا اجتنا وقلنا امبورتنت بروبرتيز نفس شنو صفاتها العامه. مثل بدنا نشوف بالصوره جرام نيجاتيف شورت باسيلا، باسيلا هي شكلها عصب شورت جرام نيجاتيف، تيبيكال جرام نيجاتيف مثل ما نشوفها بالصوره. زين قلنا هي من مجموعه النان لاكتوز فيرمنت، يعني علمكم شنو الكولوني شو تكون؟ كالرلس، او قلنا بيل، كالرلس او بيل، لا تشتبهون. زين بايل ريزيستنت، اي والاسيد ايضا ريزيستنت لان ما راح تمر بالمعدن وتتاذى. زين قلنا نقسمها الى اربع جروبات، ومثل ما قلت لكم جروب اي اللي تمثله منه دايزنتري او دايزنتريا او فلكسينيري هي الجروب بي، ال بويدي جروب سي، واخيرا الدي هي سونيا. هذا الجروبات اعتمادا على منو؟ الاو انتيجين، واضحه؟ هي 40 سيروتايب حسب الاو والبايكيميكال. حسب الاو اربع جروبات، اربع سيرو جروب، واضح؟ جيد. زين هذا مثل ما ذاكرنا اياها، ما نطلع عن اللي موجود، نجي على التفريق. قلنا عن السالمونيلا بيش نفرقها؟ ثلاث صفات أساسية. أولاً ما تنتج غاز من تخمير الجلوكوز، إذن السالمونيلا وش يقول اثنيناتهم يخمرون شنو؟ الجلوكوز. لكن الفرق وش يقول؟ ما تطي غاز، معناها السالمونيلا ايش فيه؟ تطي غاز من تخمير الجلوكوز، هذا أول فرق. الفرق الثاني الشيء يقول ما تنتج H2S، ما تعطيني هذا الراسب الأسود، معنى سالمونيلا فروديوس H2S، نحفظ عندني هسه صار فرقين. الثلاثة الشيء يقول له نان موتايل، شفناها ما عندها أصوات، إذن السالمونيلا موتايل باي بيريتريكس فلاجي. دولة ثلاث فروقات واضحين
وراح يجي يشرح لنا اياهم بعد شويه بالتشخيص المختبري ايضا راح يذكر لنا اياهم بطريقه ثانيه. نجي على اهم عوامل الضراوه بالنسبه للشكل. اولا كي انتجين كبسولات و او انتجين ادها ايش؟ ما عندها. ليش؟ لان هي الموتايل. زين وادها عامل ضراوه جدا مهم. ايش اسمي؟ شيجا توكسين. من اسمها شيجا توكسين. هذا شنو صفته؟ بصفتين. اولا سايتوتوكسيك. شنو معنى سايتوتوكسيك؟ يكتب قبالها يعني قاتل للخلايا. من تموت الخلايا وتنسلخ ها يعني الظهاره تنشله. شو يجي وراها؟ لو هي دمويه فشو يصير عند المريض؟ اتوقع تمام. فاجا اسم المرض دايزنتر. زين هو اسهال دموي ويا مخاط لان تنشل الطبقه زين. زين تاثير ثاني نيوروتوكسيك. الى تاثير جهازي يروح على الاعصاب يعني مو بس موضعي. لذلك يسموه شيجا توكسي. واضحه بخاصيتين. جيد زين. اجي على السير المرضي باثوجينيسيس. خلصنا فريلانس فاكتور. باثوجينيسيتي عرفناها. زين نجي على السير المرض. اولا قلنا ديزيز شو اسمه شيجلوسيس او باسيلاري دايزنتري. باسيلاري دايزنتري اذا قلنا نحفظها اما يسموه شيجلوسيس او بس. فمن يجيب لي امسك يقول الباسيلاري دايزنتري از كوزد باي وحط لي اربع مايكرو اورجانيزم وين اروح؟ شيجل. اي واحده من اربع السيجل بها اربع انواع دايزنتري سونياي فلكسنيري بويدي اي واحد من عندهم صحيح. اي واحد صحيح ماكو مشكله. هو اسم المرض واضح؟ زين نجي على اول شيء طريق الدخول عن طريق فيكال اورال روت طريق الانجستشن طريق الفم. تدخل لنا اطعمه ملوثه ايدي متسخه هاي ممكن. زين ايش قد الجرعه اللي تمرضني؟ 200. تعرفون شنو يعني اقل من 200؟ 200 خليه. اقل من 200 خليه فالجرعه اللي نسميها الانفكتيف دوز فيري سمول يعني تحتاج او نقول عليها لو. مره يسالني يقول لو او يقول سمول ذا سيم. لو انفكتيف دوز او سمول انفكتيف دوز جرعه صغيره اقل من 200 يعني نظريا يقولون حتى توصل الى 10 او تقريبا من الخلايا ممكن اذا اخذتها فهي ترو باثوجين. واضحه؟ بينما سالمونيلا هنا نقارنها ماكس نضيف مقارنه رابعه. سالمونيلا ايش فيها؟ لا هذا دا يحكي بين قوسين موري سيريس اند فيري لاندان اذن بالمنطق السالمونيلا تحتاج هاير دوز لارجر دوز اعلى حتى تسوي الاصابه. زين مقارنة بالشيجلا. ليش؟ لانه ضراوة الشيجلا اقوى. قال لي مور سيريس اند فيريلنت ذان سالمون لان عندها توكسين. شيجا توكسين عندها قدرة على اجتياح الخلايا انفيجن اقوى من السالمون. زين ايش قد فترة حضانتها اذا اخذناها؟ من 1 إلى 3. واضح؟ وهاي بالرسم حط لنا انه تدخل عن طريق الجهاز الهضمي تسبب لنا اسهال وتقيؤ وتنسمس يعني مغص شديد. زين وممكن يصل الى الاسهال دالزنتري يعني دم ومخاط بالادرار. واضحه؟ زين خلينا نتابع الكلام هذا. Upon ingestion, the bacteria pass through GIT until they reach the small intestine. تعبر خذها عن طريق الفم تعبر المعدة والأمعاء الدقيقة وين متجهة تريد تروح؟ they are begin to multiply until they reach large intestine. فهذه الشيء اللي وين تسوي المرض مالتها؟ باللارج. بينما السالمون اللي راح نجي عليها تسويها بالسمول اند لارج انتست. هذا هم فرق آخر. زين
باللارج انتستين البكتيريا راح تبدي شو تسوي؟ كوز سيل انجري، ما قلنا بها قدرة على قتل الخلايا، زين؟ فتبدي تموت الخلايا وتجتاحها وتبدي تظهر الأعراض. شلون تقتل الخلايا؟ ده يقول لي بتو ميكانيزمز يسوي لنا سيل انجري، ذا بكتيريا كوز سيل انجري and beginning stages of shigellosis عن طريق via يعني two main mechanisms. من هم؟ اولا قلنا عندها قدرة على اجتياح الخلايا الأنسجة، نقول direct invasion of epithelial cells in the large intestine بالأمعاء دقيقة مثل العفو الغليظة مثل ما قلت لكم هنا أنا مكانها، فعندها قدرة على اجتياح الخلية تطب للخلايا وتكاثر بداخلها وتقتلها، زين. اثنين تنتج لنا توكسين، فهنا ورجع سماهم مسمى آخر قال انتيرو توكسين 1 and انتيرو توكسين 2 نحفظ مثل ما منطينا، واضح؟ إذا تو ميكانيزم تأثر بإحداث الدزنتري، بإحداث الشيغلوسس، بإحداث السيل إنجري، واضح؟ يسألني شلون تحدث الدمج السيل إنجري باللارج انتستين بالشيغلوسس؟ إذا أعطاني أي واحدة من ذن الاثنين صح، أعطاني ذول الاثنين اثنيناتهم صح، واضح؟ زين، شنو العلامات اللي راح تطلع؟ جيتها قبل شوي، المريض راح نلقى عنده يسخن، هاي فيفر، تشل، بيرجف يقوم أكيد من السخونة. abdominal cramp يعني بطن غازات وبطنة تقرقر and pain وياها مصحوب بألم، زين، وتنسمص يقوم يزحر المريض ألم قوي ضربة من هالصفحة لها الصفحة سميه الزحير تنسمص اللي هو اجى من عنده اسم الدزنتري. الإسهال يكون بدم فنكون bloody stool and with mucus قلنا مخاط ينزل ويا الدم، ومن افحص تحت المجهر القى وايت بلاد سيلز وايت بي سيز ليكوسايت، وممكن يتطور الى اتش يو اس. نتذكر الاتش يو اس بالشيجا توكسين برودوسينج ايكولاي سميناه هيموليتيك يوريميك سيندروم، فممكن يصل الامر الى انه تعطيني شنو هيموليتيك يوريميك سيندروم. فاذا جاب لي على سبيل الفرق هو ما اعتقد يجي بهالشيء، اذا قال لي الهيموليتيك يوريميك سيندروم اعطاني الاوميوم 57 صحيح، اذا اعطاني الشقله هم صحيح، واضح؟ فما يجيبهم سوا يعني لازم يجيب واحده من عندهم خليها ببالك، زين؟ لان هاي الحاله هنا وهناك ممكن تحصل، فممكن ايضا يصير اتش يو اس اضافه الى البلادي diarrhea with mucus and white blood cells. هذه هنا أنا يعني نحاول نوضح لكم اياها شويه. البكتيريا تيجي قاعده على الظهاره مال الامعاء هاي الابيثيليال سيل، راح تخلي الابيثيليال سيل تلتهم طبت الفاكيول، من دخلت هنا راح تتجنب الفاغوسوم لايسوسوم فيوجن حتى ما تنقتل، تتكاثر وين بعيد عنه، وبعدين شو تسوي الخلايا اذا الجسم الى قدره المفروض يجي الفاغوسوم ويا اللايسوسوم يتحدون يقتلوها للبكتيريا، هي راح ما تصير لها هاي الحاله ما يصير الفيوجن، وراح تبدي تفرز مواد من عوامل التهابيه تيومر نكروسيس فاكتور والالفا انترلوكين 1 غيره اللي اذا نشوفهم دوله بالصوره، راح يحفز موت الخليه اللي قاعده بيها، تصير عمليه نسميها شنو؟ ابوبتوسس او سحولها ابوبتوسس، البي الثانيه سايلنت، ماتت الخلايا عن سايتوتوكس كون سلخت وراحت، زين؟ نفس الوقت هاي المواد اللي انفرزت راح تحفز عوامل الالتهاب وتبدي خلايا الدم البيضاء اللي هي موجوده بالاوعيه الدمويه الشعريه تبدي شو تسوي؟ شوفوها تعبر جدار الاوعيه الدمويه حتى انفلاميشن، تعبر تجي للمنطقه
تجي خلايا الالتهابيه، وهاي راح تزيد من الاذى، زين، راح تعطي عوامل همين التهابيه اخرى، وراح تؤدي الى موت مزيد من الخلايا اضافه لانه تحاول تقتل البكتيريا. واضحه؟ زين. واكو عندها ميكانيكيات عده، يعني مو بس تدخل منا، لها قدره تمشي بالعرض، يعني من خليه تعبر على خليه ثانيه. اذا تشوفون هنا هذه ممكن البكتيريا تمشي بهالطريقه هاي من وحده على وحده، فيصير الخراب اكبر. ما التفاصيل هذا ما مطلوبه. زين، نجي على التشخيص المختبري. واضح لحد هنا يا شباب؟ واحد عنده سؤال؟ بنات، وليد، بالاخير عمو، اوكي. زين، اجي على اللابراتوري دايجنوسيس. قلنا دائما اول نقطه باللابراتوري دايجنوسيس يركز لي، يقول لي شنو العينه اللي اخذ، بما انه شغلي اني تقنيات مختبريه فلازم اعرف ويا ما نتعامل. اول شيء لازم اعرف السامبل، بما انه الحاله هي ديزنتري، اذا السامبل البيرفكت اللي هو في ستول او فيس، ففرش ستول عليكم السلام ويا ميوكس فليكس، خيوط مال المخاط النازل، او احيانا مثلا بالاطفال ناخذ ريكتال سواب. ما تقدر تحصل من عنده فريش ستول فتاخذ ريكتال سواب. اذا نفحص تحت المجهر يقول انه لارج نمبر اوف فيكال ليكوسايت، خلايا التهابيه، راح القى بعدد كبير زائدا اند ريد بلاد سيلز، القى حمراء وبيضاء، لانه حمراء لانه هو بلادي داري، وبيضاء لان قلنا اكو التهاب تتحفز، مثل ما قلنا شلون تخلي الخلايا الالتهابيه تعبر الى المنطقه وتبدي تفرز مواد. زين، هذه اول خطوه. الخطوه الثانيه نجي نزرع كالتشر. فهاي المواد اللي هي ستول، ميوكاس، زين، اجي ازرعها، اسوي لها ستريكينج. خدتوا بالعملية طرق الزرع؟ زين، اهم طريقه هي الستريكينج. اجي اخطط العينه مالتي على الطبق، فنجي قبل على ديفرنشال ميديا اللي هم مثال ماكونكي او اي ام بي. خلي بالنا الماكونكي اجار والاي ام بي هي بس يفرقون اللاكتوز فيرمنتر عن اللاكتوز شنو؟ نان فيرمنتر. فراح تطلع لي لاكتوز نان فيرمنتر بس، ممكن شيجلا، ممكن لا سالمونيلا، ممكن غيرها من النون لاكتوز فيرمنتر. فهذا سميناه ديفرنشي، بس يميز لي اللاكتوز فيرمنتر عنه، بس مو سيلكتيف له. اند اون سيلكتيف ميديا، هنا نجي الحكي الخشن، ها، ميديا اختياريه راح تطلع لي اياها، مثل ايش؟ هيكتون، انتريك، اجر، زايلوز، لايسين، ديوكسيكوليت أجر اللي قلنا نختصره ب XLD. زين، اللي ذولا راح يثبطوننا الجرام بوزيتيف وبقية الجرام نيجاتيف أو الانتيروبكتريس حتى تطلع، بس هاي الناس المستهدفة مالتنا. زين، خلي نجي على المكون. قلنا ما راح أقدر أميزها عن غيرها من النان لاكتوز، ما بيها صفة مميزة. في شنطاني قال لي الكولونيز ار نان لاكتوز فيرمنت. اذا تزرع تزرع على اختياري لو اتفرد ناو هنا اول ما نزرع، اي تزرع هنا وهنا. زين، تزرعها على ديفرنشال اند اون سيل، من خلالي اند معنى هنا وهنا. زين، فاذا قلنا على المكونكي تكون نان لاكتوز فيرمنتر، ما عدا تذكرون بالبداية بالإنتيروبكتيريسي قلنا الشيجيلا سونياي هي الليت لاكتوز فيرمنتر، ورث 24 بال 48 تصير لاكتوز فيرمنتر، بس بال 24 نان، اي بال 48 هذه من سونيا. زين، خلي نمشي على الميديات الأخرى مالتنا. نجي على
اس اقار سالمونيلا شيغيلا اقار، وعدنا الزايلوز لايسين ديوكسي كوليت اقار. عندي طبقين بس ارجع عليه ما لم ترتيب الافكار على الاس نسميه اس اقار او سالمونيلا شيغيلا اقار. يعني هذا يميز السالمونيلا عن شيغيلا. المفروض البقيه ما ينمون، المفروض هو سيلكتيف يميز ما بين سالمونيلا والشيغيلا. شلون الشيغيلا على الاس اس شو تكون صفاتها؟ ثلاث كلير مثل ما تشوفوها فوق، كلرليس وترانسبيرنت نصف شفاف. تشوفون ذا المستعمرات واضحات كلير و كلرليس وترانسبيرنت. من راح نجي على السالمونيلا نلقاها تطي كلير ولكن المستعمرات بيها بلاك سنتر. هاي المستعمرة بدل كلرليس راح السنتر مالتها الراس مالتها مثل ما راوتكمها بالبداية يكون بنقطة سوداء. راح نجي عليها شوي. زين خلينا نحفظ الشيء يقول كلير كلرليس ترانسبيرنت. على عكس الدي شو تكون؟ اللي هو سمينا زايلوز لايسين ديوكسيكوليت. الشيغيلا تعطيني ريد كولونيز. هنا أنا منطيني مثال الشيغيلا فلكس نيري. أوكي؟ تكون فقط لونها أحمر. ما تعطي أي لون آخر، ما تعطي أي برودكت آخر. ليش؟ لأن يقول هي لايسين دي كاربوكسيليز بوزيتيف. يعني دي كاربوكسيليت لايسين. فأنطتني اللون الأحمر. ويا بلاك سنتر لا without حاط لنا without. خلي جواها خاط، خلي دائرة حتى تميزها عن سالمونيلا. راح نلقى العكس with بلاك سنتر. الفرق الرئيسي ما بين هاي وها هذه بدون بلاك سنتر هذا، ولا نفس الكولوني راح تنطيني ريد كولونيز. واضح؟ زين هذا كل اللي يخص الشيغيلا. ادي بايو كيميكال تيست زرعت انا على المكونكي، زرعت على اكس ال دي وشاك انه هذا عندي شيغيلا بالمكونكي او سالمونيلا. شلون افرقها؟ اخذ من المكونكي هاي الكلرليس كولونيز. هنا هو خلى لي اياها قال الكلرليس كولونيز. يعني منين اخذتها؟ من المكونكي. من السلايد القبله قلنا على المكونكي ايش تعطيني؟ نان لاكتوز كلرليس كولونيز. اخذها ازرعها على بايو كيميكال اللي هو تي اس اي تريبل شوغر ايرون اقل. حافظي هذا زين. هذا قلنا به مجموعه قراءات. اجي اباو اولا الشيء يقول له ما راح تقدر تنطي اش تو اس، يعني ما راح تنطيني بلاك بريسيبيتيت. ليش؟ لان بالبدايه قلنا هي not produce H2S بالبداية. أول الصفات التفريقية مع السالمونيلا. زين مخمرة لهذا السكريات الموجودة بالتي اس اي، إذا تذكرون بالتي اس اي أدي السكروز وأدي الجلوكوز وأدي اللاكتوز. الشيء يقول له ما تخمر لا السكروز ولا اللاكتوز، فقط الجلوكوز. تنتج غاز لو لا؟ لا. إذا ما تنتج لي غاز من تخمير الجلوكوز، فقط تخمره يعني يصير حامض، فصير القراءة مالتي الكلايم أسد الفوق هوائي ما لنا شغلة بيه، باقي الكلايم الجوة حامض أسد. تصير الكلايم أسد without غاز and without H2S. ذا نباوع الصورة هنا ما تخمر زين، ما تقدر تستهلك لا اللاكتوز ولا السكروز، فراح تروح على اليمن على الجلوكوز. خمرت الجلوكوز صارت الكلاين فوق يعني قاعدي لان تهضم البيفتون اللي موجود، والجو هذا اسيد. قلنا الاسيد نرمز له باي، الالكلاين بكي يا ابوي، فصارت كي اي الكلاين اس. الكلاين اس
نجي بعد عندنا شغلتين نشوف اكو فقاعات ما اذا نو قاس اكو راسب اسود ما اذا نو اتش تو اس فاقرا تي اس اي مال الشيء اللي ايش راح يكون تبع عليه الكلاين سلانت يعني طبقه نص الفوق اللي شرحناه بالاسبوع الماضي والبات شو يكون اسيد بات اكو اتش تو اس نو غاز نو ارمز لهم ذول الالكلاين والاسيد بكي اي واضح هذا مهم لان راح يفرق لي عن السالمونيلا بعد شويه نجي نشوف واضحه جاي خلصنا الشيء قبل نجي على السالمونيلا السالمونيلا قلنا هي بتعم الديزيز شو اسمي سالمونيلوسيس ذاك شيجيلوسيس ذاك له اسم ثاني بعد اي باسيلاري دايزنتري نحفظها باسيلاري دايزنتري قلنا حتى يفرق لنا عن الاميبك دايزنتري بس دايزنتري شبهني احفظ باسيلاري دايزنتري زين هناك قلنا هذاك الياباني الكيوشي شيغل اكتشفها هنا فد عالم امريكي طبيب بيطري اسمه دانيال المر سلمون مو سلمان سلمون زين اجا اسم سالمونيلا بال 1885 هذا بها هم قصة عريضة طويلة سولفونا عنها هو الرجال سالمون مو هو الاكتشافه وكان عنده فريق بحثي ويا مجموعة من الشباب مثلكم يشتغلون هذول الشباب هم اللي أزلوه وشخصوا وورا فترة يمكن ورا ما توفى سجلوها من سجلوها يا باسم من نسميها باسم علي حسين قال لا والله باسم أستاذي لأن هو تحت إشرافه عني اشتغلت فخلدوا ذكرى بهاي التسمية أكيد التهم يسوون هيك خلي روح يا معارش شو محصن من عندك زين زين نجي على الأنواع الموجودة ضمن هذا الجنس قلنا جينس سالمونيلا هنا نبي ثلاثة هو بالحقيقة حاليا بس اثنين بس نلتزم بالملزمة تقول ثلاثة اللي هي سالمونيلا انتريكا سالمونيلا بانغوري وسالمونيلا سبترينيان سبترينيان هاي ما أدري من جابوها أوكي زين السالمونيلا هي من أكثر الأنواع الممرضة انتشارا تصيب أغلب الحيوانات ذوات الدم البارد وذوات الدم الحار فقايل لك cold salmonella is found worldwide in cold and warm blooded animals شنو معنى cold من أم بطاريق بعد ذوات الدم البارد دب القطب ثدييات ألطم ذن الزواحف والبرمائيات والجمع السمك زين أما ذوات الدم الحار هم هواية ومن ضمنهم الإنسان زين شنو الديزيزز اللي يسويها هم ملخص ليهم أحفظهم الديزيزز اللي يسويهم السالمونيلا ثلاثة أساسيات أولا تايفويد فيفر أو بارا تايفويد تايفويد أو بارا تايفويد اثنيناتهم مرات يعطيني اسم يقول عليهم انتريك فيفر أبو علي شنو تايفويد و بارا تايفويد فيفر لان دول الاثنين يسببهم فالسيروتايب يختلف عن العالم كله اللي هي تايفي
سالمونيلا تايفي وسالمونيلا فار تايفي اي بي وسي دولة بس اللي يسوون هذا. عندي اكثر من 2500 سيرو تايبس بالسالمونيلا بس دولة الثلاثة اللي يسوون التايفويد والباراتايفويد البقية كلهم راح يسووا لي فود بورن إنلس يعني المرض المحمول عن طريق الغذاء يعني غاسترو انترايتس يعني فود بويزنينج. من هاي ال 2500 بس دولة الأربعة عندي اللي يسووا لي تايفويد عن باراتايفويد البقية كلها على العرض الثالث اللي هو شو اسمه فود زين او نقول عليها فود بويزنينج او نقول عليها غاسترو انترايتس زين كله نفس المعنى. فعندي ثلاث انواع للديزيز تايفويد فيفر باراتايفويد فيفر وفود بورن انلس زين واضحه راح نجي عليها هاي التفاصيل راح نشوف انه الشيء يقول لك كم سيروتايب بيه بس 40 قلنا تقريبا 40 شويه اكثر بينما هنا راح نشوف اكثر من 2500 سيروتايب بالسالمونيلا راح نجي عليهم بعد شويه واضح واحد عنده سؤال على هاي زين نجي على الكلاسيفيكيشن هناك قلنا كلاسيفيكيشن صنفناها على الاو والبايوكيميكال تيست زين السالمونيلا تصنف اعتمادا على مجموعه معايير لان بيها تنوع هي كل شيء هواي قلنا انواع هواي بيها وطاشه بالانواع المختلفه من الانيمالز فاعتمادا على الابيديميولوجي على وبائيتها على انتشارها زين اثنين على الهوست رينج يا حيوانات تصيب يا حيوانات مصيب تصيب انسان لو مصيب من الهوست مالته ثلاثة بايوكيميكال رياكشنز تفاعلاتها الكيمياء الحيوية وأربعة الانتيجينيك ستراكشر مال الـ O والـ H and VI and VI وراح نجي نشوف شنو هاي الـ VI إذا موجودة وين present إذا موجودة يضيفوها بالتصنيف ما موجودة يعتمدون على الـ O والـ H وراح نجي بعد شوية نتعرف على شنو هاي الـ VI وليش نذكرها بس بالسالمونيلا زين إذا من هذا الكلام أعرف أنه السالمونيلا سبيشيز أدها H antigen لأن أدها فلاجيلا بريتريكس وأدها O antigen لأن هو part of LPS مال cell wall بالأوتر ممبرين زين شافوا أنه اعتمادا على الـ O حسبوهم لقوا أكثر من تقريبا 60 نوع مختلف من الـ O antigen شايلته ومو بس هاي السترين الوحدة ممكن أدها أكثر من نوع من الـ O حاملته بنفس الوقت أو أكثر من نوع من الـ H antigen واضح؟ وبعد شيء أكثر بي لا الـ H antigen أكو بي face يسموه ليش هي هاي منين جت أكثر من نوع من الـ H الـ H antigen أكو يسموه face 1 face 2 هذه سابقا إذا تذكرون حكينا في واحدة من البكتيريات بالنايسيريا أنه بالحالة الوحدة البكتيريا تشيل نوع من الفيس إما 1 إما 2 هنا أنا ممكن ألقى أكثر من فيس شايلته بنفس الوقت السالمونيلا فداخوا بالكتابة مالتها إذا تطبعونها حطيت لكم الصورة فوق بس تفتهم هذا الحكي ما مطلوب تحفظه حسب الأو ممكن ألقى قدام اسم البكتيريا يعني سالمونيلا مثلا تايفي ميوريوم شنو الأو مالتها ألقى أربعة فارزة خمسة فارزة 12 يعني ثلاث أنواع من الأو شايلتهم نفس الوقت
وراها تجي نقطتين شارحه خلصنا الاول. نبدي نسولف على الاتش. الاتش يرمزوا له بطريقتين، حروف صغيره تعني الفيس 1 وارقام تعني الفيس 2. فتشوفها عندها اي وعندها 1 و2. الاي معناها من الفيس 1 ماخذه نوع اي، ومن الفيس 2 عدد 2 1 و2. فلذلك individual strain may possess several O and H antigen. ممكن شايلة كم شكل من ال O كم شكل من ال H بنفس الوقت، وال HB faces phase 1 و phase 2، وهم ممكن محمولات نفس الوقت. واضحة؟ حتى نفتهم هاي الفوق. زين، نجي على نعرف شنو ال VI، شنو هاي اللي خلنا هذا الانتيجين جديد. احنا قبل اخذنا ال O وال H وال K وال P مو؟ فال VI عافية معنا يرمز للضراوة، بس ياهو من ذول الأربعة. ال VI هنا بالسالمونيلا تايفي يرمز إلى الكبسول، لأنه إلى علاقة بضراوتها. هاي النوع يقدر يسوي مرض عندنا تايفويد فيفر. يعني مكان الكيف هلوية عافية. بالسالمونيلا تايفي بدل كي راح نسميه شنو؟ في اي سمول. في السالمونيلا سيروتايب تايفي also has a capsular polysaccharide antigen referred to as شو نسميه؟ في اي، جاي من فيريلنس اللي قال زميلكم تعني ضراوة، which is related to invasiveness إلى قدرتها على الاجتياح وتمشي بالأنسجة عميقا. واضح؟ هذا التصنيف بالنسبة. فممكن يجيب لي يسأل على التصنيف، يقول اعتمادا على شنو، يحط لي مثلا epidemiology, host range, biochemical، أقول له all of them. يبدل واحدة من عندهم يقول antigenic structure, epidemiology, host range، أقول له all of them. يجيب غير ذولا ويحط واحدة من ذن الأربعة، أقول لها صحيح. واضح؟ مثلا يقول لك الكبسولار انتيجين، خلينا نقول بالسالمونيلا تايفي ايش نرمز له؟ designated او referred to as what، يقول لك كي ويقول لك في اي، تقول له في اي. واضح؟ ممكن هنا أنا بالسالمونيلا تايفي راح بدل كي راح نرمز لها بشنو؟ في اي. هاي غير شيء ما عندنا. زين، بعد متعلق بالكلاسيفيكيشن قلت لكم انه اكثر من 2500 سيروتايب عندنا بالسالمونيلا ضمن سبيشيز الانتريكا بس. بعدنا بانجوري وانتريكا وسب ترينيان. عندي بالسالمونيلا انتريكا بالذات اكثر من 2500 سيروتايب. زين، ضمن سبيشيز سالمونيلا انتريكا. زين، بمعنى من اريد اكتب اقول سالمونيلا انتريكا هاي سبيشيز، اكو يجي وراه فد شيء اسمه سب سبيشيز، وراه يجي سيروتايب، الاسم راح يصير منه الشباك اذا اريد اكتب. زين، اسمها سيرو طويل. فش سووا؟ قالوا يابا نختصر اسم الجنس ويجي وراه مباشره اسم السيرو تايب. شلون قلنا سالمونيلا تايفي قبل؟ ما قلنا سالمونيلا انتريكا سب سبيشيز، انتريكا سيروتايب تايفي. هذا يصير كلش طويل، فالقراءه ده يشرح لنا اياها. يقول تاخذ باينوميال اعتمادا على اسم السيروتايب، صار متعارف يعني عليه عندنا بالمختبرات السريريه بالكلينيكال براكتس اللابوراتوري، ايدنتيفاي مايكرو اورجانيزمز اكوردنج تو ذس. شو نقول عليه؟ سالمونيلا تايفي. بعد ما يحتاج نقول سالمونيلا انتريكا هذا جينس وسبيشيز، وراه يجي تايفي اللي هو سيروتا. نختصر نشيل هاي اللي بيناتهم كله. واضح؟ زين، اتحول الى اهم الصفات بالسالمونيلا، هي جرام نيجاتيف طبعا باسيلاي، هاي ما نتنازل عنها الحكايه.
إذا ما مكتوبة نكتبها جرام نيجاتيف باسيلا حتى ما ننسى. جرام نيجاتيف باسيلا. هنا أنا النقطة اللي وراها هي موتايل، وقلنا موتايل باي شنو؟ بريتريكا سوفلاج. أغلب أنواع السالمونيلا موتايل، طبعا مو كل، أغلب أنواع. أكو عندنا نوعين بالدواجن لأنه يكونون غير متحركات، سالمونيلا غالينيرا وسالمونيلا بالورم. زين نجي على البايوكيميكال مالت. هنا يقول كاركترستيكلي فيرمنت جلوكوز اند مانوز without producing gas. produce gas. زين do not ferment lactose or sucrose. صحيح مثل ذيك، ولذلك راح يبقى الاسلانت الكالاين، راح نجي عليه. زين بعد الفرق الثالث اخذنا الموتيليتي واخذنا الغاز، بقى الثالث H2S. هناك ما تنتج هذه most salmonella، اغلب همين السالمونيلا produce H2S. ما تنتج H2S بالبايوكيميكال راح يطلع عندي بشكل بلاك بريسيبيتيت اشوفه. زين بعد ديتا اذا تذكرون قلت لكم تصيب فقط الانسان والبرايمات، بينما السالمون they are often pathogenic for human and animals. مجموعة كبيرة من الانيمالز ايضا، وطريقة الاصابة هي الانجس oral fecal روت. زين عن طريق الاكل اللي انجز، واضح؟ راح نجي على عوامل الضرر، وبالسالمونيلا راح نلقى كل شوية عوامل ضرر لأن مو قويات مثل اللي موجودة عند الشيغلة. واحد هو كاف الشيغة توكسين هو مدمر. زين فراح نجي عندها مجموعة من البريلنس فاكتورز، وكل واحد إلى دور بالأمراض الثلاثة اللي أشرناهم، بس راح نحكي بالمجمل ما ندخل بالتفاصيل. أولا عندها فتشي اسمه تايب 3 سيكريشن سيستم. هاي هنا أنا شوية نطي خلفية للموضوع حتى تفتهم شنو التايب 3 سكريشن سيستم. أي شنو يعني؟ شنو فائدته؟ وين موجود؟ بقى البكتيريا هي كيان مستقل، طبت بالخلية، طبت بالأنسجة، أنتجت مواد سموم. زين هاي المواد والسموم أو المنتجات مالتها شلون تطلعهم إلى الخلية المستهدفة أو إلى خارج البكتيريا تفرزه؟ شلون تنتجه؟ إذا هي بداخل فاغوسوم شلون تخليها بالممبرين مال الفاغوسوم اللي هي ملتهمة وداخلة به، أو إلى السيل ممبرين مال الخلية الهدف، أو تطلعها لبر؟ تحتاج تقنيات ميكانيكيات، هاي يسموها السكريشن سيستمز، يعني نظام الإفراز عند البكتيريا. فعندنا سبع أنظمة بها، كل واحد إلى طريقة. التايب 3 هذا مثل السرنجة، مثل الانجكشن لايك سيستم، بالضبط مثل السرنجة. أي يجي بالممبرين ويحقن يطلعهم. هسه خليت غشاء هذا، خليت السرنجة والنيدل مالتها طلع لبرا، راح يطلع للخارج، فخارج البكتيريا ينتجهم لبرا بهالطريقة، طريقة الحقن سميه تايب 3 سكريشن سيستم. فش تنتج من سموم من مواد تريد تطلعهم برا، راح تطلعهم عن هذا الطريق تايب 3 سكريشن سيستم. ها افتهمنا؟ فاسيليتيت سكريشن اوف فيريلنس فاكتورز اوف سالمونيلا
انتو ذا هوست سيل الى تنتجهم وتطلعهم تحقنهم بالخليه الهدف. واضح؟ زين. العامل الضراوه الثاني عمو اذا عندكم شيء يفيدنا سولفونا، واذا ماكو شوي صوت لان نسجل المحاضره مو شيء نسجلكم صوت وصوره. زين. اندوتوكسي وعرفنا الاندوتوكسي شنو تاثيراته، سميه مال الديزيز responsible for many of systemic manifestation of the disease caused by salmonella. هاي الفيفر وجماعته هي جاية من الاندوتوكسي. زين. ثلاثة هدها ثمبري يعني بيلي خاصة specific species أو species specific ثمبري، كل species عنده نوع خاص من ثمبري. هاي شو تسوي؟ مضطرين ناشر. شوف بلا معاه قبل مسولفين احنا جبنا هاي الخلايا الثلاثة سيارة كان الميكوزا مالا معاه مو؟ واكو في المنطقة بلا معاه نسميها باير باتشز اللي هي بيها شنو؟ خلايا لمفاوية تجمعات للخلايا اللمفاوية. زين. أكو خلايا فوق راح يسموها أم سيلز. مايكروفوب. أم ماي من مايكروفوب. هي كلها المايكرو اللي هاي إنها هذه طالعات من الخلايا. زين. فهذه بالسمول انتستين الجزء الأخير من السمول انتستين راح ألقى الباير باتشز وهي جزء من الجهاز اللمفاوي والخلايا اللي فوقها نسميها أمسة. يقولون السالمون اللي طف عن طريق شو؟ الأمسة. فالفنبري راح تسهل ارتباط السالمون اللي بينا بالأمسة يعني بالسفتر اللي على أمسة حتى تدخل بداخلها وتبدي تروح تسوي الديزيز مالك. زين. وبنفس الوقت الجسم من طبت من هنا هي تريد تعبر راح يطلعها وين يعبر؟ الخلايا الالتهابية هاي الليمفوسايت تيجي الليمفوسايت شو يصير؟ تلتهي ما على مود تخلصنا من عدها، بس هي عدها درب ثاني ممكن تتخلص من عدها. زين. إذا الفنبري species specific فنبري mediate binding of salmonella الم to M سيلز هي اللي تخليها تشلب بهاي الام سيلز وين بالترمينال بارت اوف سمول انتستين. ذيس ام سيلز شنو ايش راح يسوون؟ تيبيكلي ترانسبورت فورين ماتيريال او فورين انتيجينز يعني هي البكتيريا هنا راح تكون سالمونيلا تو ذا اندرلاينج ماكروفاج هاي الخلايا الجواها الماكروفاج اللي موجوده بالباير باتشز فور كليرنس. بس هنا راح نشوف هي عندها ميكانيكية تتهرب من هاي عملية القتل وتطلع وتروح إلى الأنسجة التحتانية. زين. نجي عامل ضراوة آخر أسميه أسيد تولرنس ريسبونس أو نرمز له بأي تي آر جين. أي تي آر نقول عليه أسيد تولرنس ريسبونس جين. هذا شنو تبع عليه؟ نحتاج أوضح لكم إياها بعدين تقرون. البكتيريا نأخذها عن طريق الفم. أول محطة تمر بها مهمة هي وين؟ بالمعدة. عندي حامض مال المعدة. الحامض مال المعدة المفروض يقتلها حلها. ها. إيش راح يصير؟ من توصل هالمنطقة هذا الجين راح يتنشط. الأسيد تولرانس ريسبونج فراح تفرز بروتينات مقاومة للحامض وتعبر تروح لوين؟ للأسمول انتستين وتبدأ تحدث الديزيز. هذه مرحلة يتنشط بها الجين. مرحلة ثانية
من طبت والتهمتها الماكروفيج، قلنا إذا دخلت منها وين راح تروح الماكروفيج تلتهمها، التهمتها الماكروفيج دخلتها بالفاغوسوم، المفروض يجي اللايسوسوم حللها يتحدن واللايسوزايم تحللها، هم هنا ينشط هذا الجين يصير له سويتش اون يشتغل يطلع بروتيناته اللي تمنع عملية تأثير الحامض داخل الفاغوسوم. إذن أسيد تولرانس ريسبون جين أدى شغلتين، يحميها من الحامض، هو من الأسيدك انفيرمنت، وين بروتكت سالمونيلا فروم ستومك أسيد and the acidic pH of فاغوسوم. لما يجي اللايسوسوم يتحد ويا الفاغوسوم ويدخل الانزيمات، الحالة تصير ال pH حامضية، راح ينفرسها البروتين هم يحميها، وبالتالي تطلع من الفاغوسوم صاغ سليم، تتكاثر وتنتشر لجوة بالأنسجة اللي جوة الميوكوز باللامينو بروبريا والصب ميوكوز. واضح؟ إذن دولة شوف كم عامل يساعدوها بالإمراضية مالت. بعد بما أنه هي فاكولتاتيف أنيروبيك، لأن قلنا كل الإجراء الانتيروبكترياسي هم شن فاكولتاتيف أنيروب، فعدها إنزيمات الكاتاليز والسوبر أوكسايد ديسميوتيز، ذولا راح يحموها من الانتراسيلولار كيلينج إن ماكروفيج. أتصور أنا في الكورس الأول قلت لكم يا بهاي الماكروفيج لما تجي تلتهم في البكتيريا وتخليها للفاغوس، راح يجي اللايسوسوم المفروض يدنا لهنا ويصير شنو اتحاد ما بينات، وتجي الانزيمات الحالة على مود تقتلها. فقلنا هذا راح يفيدها من الاسيد تولرانس ريسبونس. اثنين، الماكروفيج واليوتروب راح تعطينا الاكسجين نسميها سبيشيز، مثلاً الأو ماينس والإتش 2 أو 2 ذني يتحرراً قاتلة للخلايا، أدها الكاتاليز يوخر تأثير هذا، وأدها السوبر أوكسايد يوخر تأثير هذا. واضح؟ هذه داخل الخلايا الالتهابية يصير العمل، يحمون البكتيريا من القتل. فإذن are the enzymes that protect bacteria from intracellular killing in macrophage، يعني inside the macrophage. أبال عندك سؤال؟ زين، دول الخمسة واضحين؟ يجي يسألنا يذكر لي يقول لي all the following are virulence factors of salmonella except، مثلا يقول لي acid tolerance type 3 secretion system enzymes catalase و superoxide dismutase، والرابع مثلا يقول لي شيغا توكسي. يعني عدد ذولا من يجيب يقول له لا زين، او مثلا يقول لي من اللي يحمي السالمونيلا inside the phagosome from acidic pH، من هو؟ acid tolerance response، أو من اللي يخليها تعبر ال acidic pH of the stomach gastric عافية. فهالشكل ممكن تجينا أسئلة عليهم. زين، هاي المفروض أحفظناها. diseases اللي سويها شقد؟ ثلاثة: enterocolitis، enteric fever قلنا هي منو؟ typhoidal fever نحفظ. الثالثة هنا راح تكون septicemia. معناها شنو؟ قلنا حكينا قبل البكتيريا اتحللت والسموم مالتها وين صارت؟ يعني الـ LPS مالتها بالمجرى الدموي، فنسميه septicemia. الانتيروكولايتس هو موضعي التهاب، يعني إذا جابين من التحام مثلا التيفو والبارا تيفو، هل هم مثلا دولة شبيهم؟ يعني أقول عليهم صحيح ايه. أو يقول لك مثلا الانتيريك فيفر هي تايفويد لو انتيروكولايتس،
لو سبتسيميا مثلا اسلم زين خلينا نجي عليهم واحده واحده. الانتيروكولايتس شو نشوفه؟ is characterized by invasion of epithelial and sub-epithelial tissue. طبت مثل ما حكينا اخترقت الظهارة هنا وبدت تسبب لي موت لل يعني تأثيرات على هاي الظهارة، ومرات تعبر وين؟ للسب-epithelial باللامينا بروبيريا أو السبوميوك لهنا زين؟ بس ما يروح أكثر، محدد بالإبيثيليال أو سب إبيثيليال تشو بالسمول قلنا and large انتست زين. بالتايفويد فيفر واللي قلنا هي والباراتايفويد اثنيناتهم جزء منين؟ من الانتريك، واضح؟ فالانتريك فيفر هي تايفويد فيفر and باراتايفويد. فإذا قلنا الانتريك هي تايفويد اي صح هي جزء من عدها زين. بالانتريك او التايفويد فيفر عاده ما نشوف يعني اسهال ومغص والام مثل ما بالانتيروكولايتس، لان البكتيريا راح تمشي ابعد. فالجاسترونتستينال سيمتومز تكون شنو؟ خفيفه ما تشوف عليها، بس اول بدايه وراها ما نلاحظ عليها عند المريض، وراح تصير عنده علامات اخرى الطبيب يقدر يتعرف انه هذا عنده انتريك فيفر او نقول عليها تايفويدال فيفر زين. المرحلة الثالثة البكتيريا راح تعبر الظهارة الأمعاء، نشوفها هنا بالصورة عبرت الظهارة وعبرت للأنسجة التحتانية الصب إبيثيليال، وراها وين تروح؟ سيستميك ديسيمينيشن، تعبر توصل للأوعية الدموية للدم. من وصلت للدم مش أسميه سبتسيمي، لأنها راح تبدي تتحلل وتطلع التوكسينات مالتها بالدم. هاي كل واحد تصير عنده يعني يعني المرحلة الأولى انتيروكولايتس، المرحلة الثانية تايفويد فيفر، الثالثة كل واحد يصير عنده انتيروكولايتس أو تايفويد فيفر يصير عنده سبتسيميا، 5-10% من الإصابات بالسالمونيلا ممكن تتطور إلى هاي الحالة إلى سبتسيميا. شلون؟ دول 5-10% إذا كانوا أولاً هم عندهم أمراض مزمنة مثل سيكل سيال أنيميا، عنده فقر الدم المنجلي، فقر الدم المنجلي زين، عنده يعني خلل بمناعته. اثنين جناس المرضى اللي عندهم كانسر ممكن يصير عندهم سبتسيميا إذا انصاب بالسالمونيلا، أو a child with انتيرو، لأن مناعة الطفل راح تكون شنو؟ ضعيف، وياخذ هاي السالمون لينس. اكو شغله هنا ما وضحناها بس هيك، ال 2500 عدد هذول الاربعه يسببون لنا انتيروكولايتس، هذا العرض الاول واضح. التايفويد والانتريك يسببوا هذول الاربعه، تايفي باراتايفي اي باراتايفي بي او باراتايفي سي، اذا حسبهم هم اربعه سيروتا، دول يسببوا لي تايفويد فيفر أو باراتايفويد فيفر، قلنا نسميها انتريك فيفر. هذا بس ايش فكرة لك. السبتسيما ممكن تتطور من هاي أو من هاي، واضح؟ بس أديانا السبتسيما تتطور إما من انتيروكولايتس أو من التايفويد أو الانتريك، اللي هم أمراض مزمنة سيكل سيل أنيميا، مالجنانسي اللي عندهم كانسر، أو الأطفال الصغار اللي بعد مناعته مكتمل وياخذ يحصل السالمونيلا، المفروض هو يرضع حليب، من تجي السالمونيلا؟ تلوث، هاي تكون شديدة عليه، مناعته بعده ما متطورة، واضح؟ جيد جدا. هاي شرحناها، نجي على التشخيص المختبر. طبعا التشخيص المختبري بال انتريك فيفر او بالتايفويدال فيفر غير ما بالغاسترو انترايتس، واضح؟ لان قلنا ذولا لهم خصوصيه يختلفون عن البقيه. بالانتيروكولايتس السامبل اللي اخذه هو ستول، سامبل مالتي هو البيست ستول،
ازرعها على سلكتيف ميديا الاكس الدي، او بالنسبه للسالمونيلا ادي وسط ثاني نسميه ديوكسي كوليت ستريت اجر، او اللي قلنا هو الميديا الستاندر ويا الاكس الدي الاس اس اجر سالمونيلا شيجيلا اجر. واحيانا نستخدم اند انريتشمنت ميديا. إذا تذكرون بالكورس الأول قلنا الانريتشمنت معناه وسط سائل وبيفد مادة تسوي سيلكتيف لهاي المايكرو أورغانزم. زين، مثل إيش؟ سيلينايت اف بروث، إكزامبل عليه سيلينايت اف بروث. نعم يمكن ما كاتبين الاف، كيفكم على الملزمة سيلينايت بروث، هو سيلينايت اف بروث. زين، خلي نجي نشوف اولا على ال TSI شلون تكون، لان قلنا اختلاف بيها عن الشيجلة. شغلتين راح نشوف بال TSI كانوا نيجاتيف هناك ناقص. خلينا نبدا اول شيء بالمشابهات، الكالاين اسيد، الكالاين اسيد الفوق احمر وجوه صاير اصفر، نفس الشيء هنا الكالاين اسيد فيرمنت جلوكوز، ثنائيين فيرمنت جلوكوز. دي تقولنا نو غاز برودكشن، هاي ايش فيها؟ غاز برودكشن. اذا هنا الكالاين اسيد وذ غاز، اذا فد واحد نظر حاد يشوف هاي اكو فد فقاعه تلمع لورا، تشوفوها هذا الشيء اللي يلمع، هاي فقاعه، هاي الفقاعه قلت لكم تدلل على وجود الغاز. اما شوف فقاعات او الميديا تكسر يتفلش ويرتفع لفوق يندفع. زين، بعد اشوف شيء جديد باللون اسود اللي هو H2S بوزيتيف. اذا الكالاين اسيد H2S اند غاز بوزيتيف، او نقول H2S بوزيتيف اند بروديوس غاز، واضح؟ هذا على ال TSI. زين، اجي على ال XLD وعلى ال اس اس اجر. خلينا نباوع على الصور على الاس اس اجر. على الاس اس هناك شفنا كلرلس، تذكرون كلير كلرلس ترانسبيرنت كولونيز. هنا راح القى الكولونيز صح كلير، بس شقدها بلاك سنتر. نشوف هذا المركز، قلنا راس المستعمره يكون اسود، باع الحواف هاي كلير ما بيش. زين كلير، ولكن السنتر ايش راح يكون؟ بلاك سنتر. هذه على الاس اس اجر. على الاكس ال دي زايلوز لايسين دي اوكسيكوليت هم القاه ريد كولونيز، بس السنتر ايش فيه؟ بلاك سنتر وذ بلاك سنتر. هاي بلاك سنتر هناك وذاوت، صارت هنا وذ، واضح؟ نعم. على الاس اس وعلى الاكس ال دي ادرخن دني احفظ الفرقين، والصوره كلش واضحه. هاي انا اخذت صورتها بال 2011 شهر السادس. زين، نجي على الايدنتيفيكيشن، اريد اشخص لحد السيروتايب من عندها والسبيشيز، اعتمد على البايوكيميكال اند اجلوتينيشن تيست. هاي التايبنج بايوكيميكال زائدا بايوكيميكال، ما يفيد وحده، بايوكيميكال اند اجلوتينيشن تيست. اكو طريقه اخرى بعد للتايبنج؟ اي نعم، يسموها الفاج تايبنج او فيج، اثنيناتهم صحيحات باللغه الانجليزيه. الفاج تايبنج كان بي يوزد فور تايبنج individual strain، يطلع لي اقدر اعرف هاي مثلا سالمونيلا تايفي ميوريا مثلا الاو مالتها 7 11 والاتش مثلا دي كذا كذا، كله يطلع لي اياه بهذول بالفاست تايبنج او بالاجلوتينيشن. واضح؟ جاي هذا وين الحكي كله؟ بالانتيرو كولايتيس. ايش قلنا؟ انتبهوا، لما عندي انتيرو كولايتيس
اشخص بذولا، اخذ ستول واكس ال دي واس اس وتي اس اي. واضح؟ زين. بالانتريك فيبا شلون شاخذ ويا اللي يفيدني ويا مرحله يا اسبوع من الاصابه. انتبه عندك شرطين. اي طب بالانتريك فيفر بالتايفويدال فيفر بالاسبوع الاول ما تشوف على المريض فد علامات معويه تسخن وما له خلق وتعبان زين ويجي يقيس الحراره يجي يقيس النبض يلقى اشياء مو طبيعيه الطبيب. فبالاسبوع الاول راح يكون تاخذ دم لان اخترقت الظهاره وراحت لوين؟ للدم وبعدين ترجع تتموضع بالامعاء. هاي الفره مالت زين ما شرح لنا اياها هو انا اقول لك اياها زين. فاذا بالاسبوع الاول اخذ بلاد وين؟ بالانتريك فيفر مو بالانتيرو كولايتس يفيدني كلش ممتاز. فاذا يقول لك السبيسيمن اوف تشويس بالاسبوع الاول بالانتريك فيفر جاي او بالتايفويد فيفر لا زين. الستول كلتشر يقول مي اولسو بوزيتيف ممكن خلال نهايه الاسبوع الاول بدايه الاسبوع الثاني ممكن بس التشويس منه بلاد. انتبه اكو مره يقول لك الموست موست موست اكوريت موست لايكلي هي الاكثر دقه. هذا قلنا ننتبه عليه بالام سي كيوز من يقول لي الموست لايكلي افضل وحده الباقيات ممكن يكونون صحيح. فهنا الستول ممكن بس من الافضل البلاد بالاسبوع الاول. واضح زين. بس وين يفيدني اكثر؟ خلال استثناء it is specially in chronic carrier لان هو بالاسبوع الاول صعب بالاسبوع الثاني ممكن احسن. بس وين يفيدني اكثر؟ بالكارير دول اللي يحملون الاصابه ما يصير عندهم تايفويد فيه. هذه هم قصه طويله عريضه اكو ترجعون من انا ودوروا بالفيسبوك بالدني محركاتكم مال البحث على ماري ام التايفويد او صحولها تايفويد ماري. الفت وحده كانت كارير للسالمونيلا وعدت نص الولايات المتحده يوميه تشريد وتروح بمدينه ثانيه تشتغل بمطعم وتأدي كل اللي يجون للمطعم ماكو بس الايديال ماكو هذه. فتنقل العدوى يسجنوها تطلع من السجن ورا شهرين ثلاثه تشرد من المدينه تروح المدينه الثانيه. ما كان بوقتها حتى انتبايتك ماكو قبل 100 سنه زين. اخر شيء لان حكموها 30 مدري 40 سنه وضبوها بالسجن لحد ما ماتت. اي ليش؟ لانه لقوا انه هاي السالمونيلا تايفي راحت تموضعت بالمراره وظل المراره تطرحها باستمرار ويا الخروج بالانتستين فيبقى الشخص كارير. فهاي الحاله ممكن يكون بها كارير. فهنا الستول يكون مفيد في حالات الكرونيك كارير. ليش؟ لانه الاورجانيزم از سكريتد ان ذا بايل. ليش قلنا تقعد بالقلب لدر بالمراره انتو ذا انت وتظل تطرح المن انتو ذا انتستاينال تراكت وتطلع بالفيسس زين. اذا الاسبوع الاول الدم الستول ممكن يفيد ميبي بس يفيدني وين؟ بالكارير ميبي بس بالكارير هو يفيد بالكرونيك كارير. قول اللي عندهم قاعده اذا بالكرونيك كارير بالسالمونيلا وانت تموضع السالمونيلا بالبايل زين. نجي على اليورين نقدر ناخذ اليورين بعد اسبوع شوكت عافيه بعد الاسبوع الثاني يعني الاسبوع الثالث مثلا. واضح؟ راح يكون اليورين مفيد انه فوزتي زين. بعد اكو فحوصات سريعه اي نعم مصليه بينما بالانتيروكولايتس اكو عندي فحوصات مصليه ما عندي لا تشتبهون. من يجيب لي الويدال ويقول تفيدني بتشخيص انتيروكولايتس غلط. عندي سيرولوجيكال ميثود بحاله الانتريك فيفر اثنين اجلوتينيشن تيست او تيوب اجلوتينيشن تيست. التيوب الى اسم ثاني نسميه ويدال تيست هذا نسميه سيرم اجلوتينيشن تيست. ايضا
شو وقت يصعد التايتر مال انتي بودي؟ بالاسبوع الثاني والثالث. هو عادة الانتي بودي تتكون خلال اسبوع، يبدي يصعد تركيز بالاسبوع الثاني الى الثالث يوصل القمة. فهو قايل لي السيرم اجلوتينيشن او اجلوتينين، اجلوتينين يعني معناها انتي بودي. زين الرايز شاربلي يعني تصعد توصل القمة من ارسم كيرف. شو وقت؟ بالاسبوع الثاني والثالث من الاصابة بمن؟ بالسالمونيلا تايفي، لان قلنا من السبب انه سالمونيلا تايفي انفكشن. واضح؟ هسه الفرق بالتشخيص هنا عند السيرولوجي بالاضافة الى انه العينات تختلف. ناقص طول الاصل هنا لا البلد بالاسبوع الاول بالاسابيع الاولى، اليورين يفيدني ورا الاسبوع الثاني، والستول بالكرونيك افضل شيء. واضح؟ عفوا، لانه تبعد بالجول بلادر وتطرح بالبايل الى الامعاء، ومن الامعاء تطلع ويا الستول. واضحه هاي بنياتي هنا الميمنه مسيطرين الجماعه كل الجانب. زين هنا هذا السلايد، هذا إضافة يعني خليته اللي يريد يلخص اللي احتينا كله، يعني يريد يستذكر واحد ورا ما يقرأ يباوع ذن ما عدنا بيش ملخص. زين هذه مجموعة MCQ خليت لكم اياها. سؤال انتبهوا عليه، السؤال الأخير على الجهة اليمنى، the most important specimen for isolation of Salmonella typhi culture in first week of enteric fever. يا هو ها الكل عفو، لا يورين ولا فيسيس. لا عرفه والله. لا بس انت والله زين واضحه. زين الان ناخذ بريك ونرجع نكمل النايسيريا ربع ساعه وتجوني. شو عندكم اليوم ورا؟ لا.